في حدوته كده لطيفه يعني احكيها لحضرتك وللساده المشاهدين. خرج الاعدامي الهارب احمد سمير على شاشه قناه مكملين الاخوانيه الارهابيه، اعتبر ان اعلان محافظه شمال سيناء عن وصول مياه ترعة السلام المرتبطة بنهر النيل إلى المحطة الرئيسية لبئر العبد بأنه يعني بيكون هدف، الهدف منه هو توصيل المياه لإسرائيل. فده كان تحليل يعني، وده كان مخطط التنمية كمان لسيناء وزراعة مساحات شاسعة وواسعة فيها، أصبح يعني قدرة قادر زي ما احنا كده بنقول مخطط لخدمة إسرائيل. يعني برضو يعني انت عارف حضرتك الخيال الاحلام يعني اليقظه المدمره طبعا دي. ده زي بنظره الاخوان تقريبا يعني. خلينا نتكلم كده بصوت عالي، هم مش لاقيين حاجه يطلعوا عليها اشاعات، يعني مش لاقيين حاجه ياكلوا منها عيش من الاخر يعني. فعشان ما نتكلمش كتير برضو في ده سياده العميد ومع الساده المشاهدين، خلونا نشوف بالفيديو ونرجع تاني لحضراتكم. شمال سيناء تعلن وصول مياه ترعة السلام إلى محطة بئر العبد الرئيسية. المية دي يا جماعة مية النيل، مية النيل اللي وصلت ترعة السلام. بكلام مين؟ بكلام مصراوي يا جماعة، اللي هو مش مكملين ولا أخواته. أعلنت محافظة شمال سيناء يوم الأربعاء عن وصول مياه ترعة السلام المعروفة بترعة الشيخ جابر الصباح إلى المحطة الرئيسية بمدينة بئر العبد. ايوه ليه؟ هو هنا هيقول لك هنزرع وهنقلع ومش عارف ايه، واصلا انت داخل على فقر مائي. بس الترعه دي واصله هناك علشان اسرائيل اللي بتحمي سد النهضه تقول لك ايه، عايز ميه نفتح المحبس بس بشرط تدونا كذا يعدي الاسرائيلي. وانا اهو وانت اهو، وربنا يدينا طول العمر وهتشوف الكلام ده وهرجع افكرك بيه في يوم من الايام. الهوى برضو ليه احترامه وقاره، فما ينفعش ان احنا نعلق على كل الحاجات يعني.